من أهمها ملف الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، الذين باعتراف كثير من الساسة والأمنيين اللبنانيين أنه كثير منهم تعرض لظلم كبير. ولو أن الأمور كانت في نصابها منذ أول الأمر وأطلق سراح وأخلي سبيل هذا الشباب، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من ملف عسكريين لبنانيين مختطفين في القلمون السورية. هذه ناحية. وركزنا على مسألة المداهمات العشوائية التي تطال الشباب، خاصة الشباب أهل السنة، مما يدفع كثيرا منهم إلى عدم الثقة بالدولة ويدفع بعضهم إلى التطرف. فهذا مسؤول عنه الساسة والأمنيون الذين لا يعطون الشباب فرصة للعيش الكريم، ويعاملونهم بامتهان، سواء في التعذيب في السجون والتحقيقات وإهانة الكرامات. ويشعر الشباب بأن هذه المعاملة والإهانة لا تكون إلا عليهم، فلو اعتقل شاب من طائفة أخرى أو مذهب آخر لا يعامل إلا بكل احترام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن الأمة تهلك إذا كان الحكم يطبق على الضعيف ليس على القوي. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لابد من إحقاق الحق والعدل. وهذه ليست مهمة، المطالبة بهذه القضية ليست مهمة فقط مشايخ أهل السنة وسياسة أهل السنة، يجب أن تكون مطالبة عامة من جميع السياسيين، حتى يشعر أبناؤنا أنهم شركاء حقيقيون في هذا الوطن. هذا ملف المداهمات. أيضا تطرقنا للإسراء في إنهاء ملف العسكريين المخطوفين، لأن يسبب أزمة كبيرة في البلد. يعني اليوم كلنا نرى بأن عرسال محاصرة، وأن هناك حواجز على الطرقات، وهذا كله بسبب ماذا؟ التطويل والتسويف في حل أزمة أو ملف العسكريين المخطوفين. وأيضا هناك نقطة أشرنا إليها بالأمس، قضية اعتقال النساء وقضية الإعلام الذي يتسرع في الحكم. اليوم سألنا وزير العدل، بيّن لنا بأن زوجة أبي علي الشيشاني علا ليس عليها أي ملف قضائي، وأنها الآن خلال ساعات تنتقل للأمن العام من أجل أمور إدارية، ثم يتم إطلاق سراحها بإذن الله. إذن كل هذه الإشاعات والتسريبات الإعلامية أنها متطرفة وخطيرة وإرهابية إلى آخره، كان هذا هباء، وكان حقيقة عبئا على ملف العسكريين المختطفين وعلى أهاليهم وذويهم. والآن إذا تبين، وهذا إن شاء الله ظاهر، أنه كذلك الأخت سجى ليس عليها شيء، من يدفع ثمن حزن أهالي المخطوفين وثمن دماء العسكري علي البزال؟ من يتحمل هذا الأمر إذا كان قتل بسبب أنه تم اعتقال النساء، وتبين بعد ذلك أن النساء ما عليهم شيء؟ من يتحمل هذا الثمن؟ الذي أخذ القرار باعتقالهم بدون بينة، بدون الرجوع للقضاء وللعدل ولوزير العدل أو للسلطة القضائية. لذلك نتمنى مراعاة هذه الأمور. بحثنا مع معالي الوزير ملفات كثيرة، هذه من أهمها، ونسأل الله تعالى أنه يرجع الأمن والسلم. سمحت الشيخ، هل مبادرتكم بدها تبصر النور من خلال لقاءاتكم لحد هلا، التقيتوا اللواء إبراهيم وأيضا معالي الوزير، شو قالوا لكم؟ شو خبروكم؟ إن هذه الزيارات كانت معدة سابقا، مرتب لها سابقا، ليس لتسويق المبادرة. وأبين هنا على الملأ أنه ليس عندنا هم الظهور أو هم تصفيق مبادرة، الهم عندنا إطلاق سراح العسكريين، وأيضا إطلاق سراح الشباب المظلوم الموقوف في سجن رومية. هذا همنا، وإذا تم هذا عن غير طريقنا أحب إلينا، لأننا تجشمنا التعب ودفعنا ثمنا كبيرا في هذه القضية. اللواء عباس إبراهيم لا ننكر الجهد الذي قام به، ونتمنى أن يبقى هو على رأس هذا الملف، مع طبعا دولة الرئيس تمام إسلام. المهم عندنا أن ينتهي هذا الملف،
بنجاة العسكريين وإطلاق سراح الموقوفين ظلما في سجنهم. كيف كان تضارب المعلومات، ولكن هل فعلا تم إخلاء سبيل الدليمي وعلاء عقيلي أم لا؟